ماما كازا. كنت عندي 4 ديال الوليدات، كنت كاريه في واحد البيت في حي مولاي رشيد من هنا عسه. السيده 3 شهور ما خلصتش هذا الكرم، تخرجت من العشره ديال النهار هو ديال اليوم، وانا دابا غير ما من الوحده وانا في الزنقه. عندي 4 ديال الوليدات، راجلي ميت الله يرحمه، ما لقيتش فين نمشي ولا فين نجي. والله واحد الناس دابا دخلوا لي حويجاتي لهنايا، الله يجازيهم بخير، الله يرحم بهم الوالدين. شافوا على وجه هاد الوليدات، حيت هنايا هاد الحي هذا واعر، شحال من واحد مات هنايا ما قدروش يخليوني في الزنقه. حيت انا دابا ما عنديش فين غنمشي، ما عنديش فين غنمشي. انا راه نقول لكم لا اله الا الله، انا واحد المشكل اللي خايب بزاف. 4 الوليدات عندي، بنيه عندها عامين و 3 شهور، عندي الوليد الكبير عنده 11 عام، اللي صغر منه 10 سنين وربع سنين، اللي صغر منهم 4 سنين. ما لقيتش فين نمشي ولا فين نجي، مرا الدار ما شافش فيا لا رحمه لا شفقه. ما عرفت شنو غندير راسي، انا راني في واحد المجتمع اللي صعيب بزاف، وما ما توقعش راسي غنخرج من الزنقه ويخرجوا لي وليدات الزنقه. ما عرفتش شنو غندير، الله يجزيكم خير. بغيت وليداتي يحيدوا من الزنقه، ما كنطلب لا فلوس لا حتى شي حاجه، كنطلب وليداتي فين يستقروا يحيدوا من هذا المجتمع اللي صعيب بزاف. انا راني عيت، ما عارفه ما ندير، ما ضغط بيا الارض، ضغط بيا الارض، ما عارفه شنو غندير. كيما دخلوني هاد الناس لا تسطو، انا شنو فين غادي، كيف غتولي حالة ولادي وحالتي انا؟ ما